مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي حسن. ما رأيكم أن نختبر معلوماتنا؟ سأطرح عليكم 8 أسئلة، وعليكم أن تجيبوا على كل سؤال في مهلة قدرها 10 ثواني. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. السؤال الأول: ما اسم العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثاني: في أي شهر نحتفل بعيد الفطر؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال الثالث: ما اسم الصلاة التي نصليها صباح العيد؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: كم عدد ركعات صلاة العيد؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الخامس: متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال السادس: ما اسم الزكاة التي نخرجها قبل صلاة العيد؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال السابع: ما حكم صيام يوم عيد الفطر؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثامن: ما اسم الدعاء المستحب قراءته يوم العيد؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.